انا عايزك تحدد لي وقت وبعدين تقول لي السيستم جاهز. منير بيه، انا عارف انك مستعجل، بس صدقني انت ما ينفعش تتغطي في موضوع السيستم ده خالص، ومن الناحيه دي انا هخلصه لك النهارده بالليل. ودلوقتي انا هعطل لك السيستم، تمام؟ السيستم الجديد اشتغل عندك؟ لا تعطل كده. يبقى الباشمهندس وائل بدأ يعمل ابديت. يا اخي اخيرا هنغير ام السيستم المقرف اللي شغالين بيه. كل المنتجعات اللي حوالينا شغالين بسكيورتي سيستم على اعلى مستوى، الا احنا، احنا في البليله. بص انا هوريك حاجه، طالما السيستم خارج من الخدمه تقدر تشوف كل الاوامر اللي عليه من غير رقابه، وكمان تقدر تشوف ازاي كان بيعطل من تاريخ الاوامر اللي كانت عليه. ايه ده؟ استنى عليا بس كده، يعني انت ممكن تعرف ايه سبب العطل؟ اه، وكمان تقدر تشوف التعديل اللي بيحصل عليه دلوقتي. بص، بس في حاجة غريبة. في ايه؟ في حد اكتف عليه طول ما هو متعطل. يا عم ده هتلاقي الواد بتاع الاي تي بيحاول يعمل اي حاجة. لا، الاي بي بتاعه من جوه المنتجع، بس السيستم ادمنستريتور بتاعه من بره. والقطع كمان بيتعمل بتزامن، يعني مش مجرد وقع سيستم وخلاص. انت هتقلقني ليه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حد بيركب السيستم بتاعنا وبيعطله. لا ثانية واحدة بقى كده، أنا لازم أكلم مستر أكرم. ألو، أنا قلت أبلغك يا مستر أكرم. أنا وياسين مش عارفين هنتصرف إزاي. عملت باك أب كامل للسيستم القديم؟ أيوه. هو حضرتك شاكك في حاجة؟ حاجة واحدة؟ أنا شاكك في حاجات كتير. أنت مش بتقول إن في حد كان بيحاول يركب السيستم بتاعنا؟ وده حصل فعلا. السيستم الجديد اتفعل. حد غيرنا يعرف إن في محاولات لركوب السيستم؟ أكيد طبعا لا. طب خلاص، خد الموضوع ده سر بينا لحد ما نعرف إيه اللي بيحصل. أوكي. ماشي. إيه؟ لقيت حاجة؟ زي ما توقعت، الاختراق ما كانش عشوائي. كانش عشوائي؟ ده مش مجرد واحد داخل يسرق ملفات عشوائية وخلاص، ده واحد عارف كويس قوي هو بيعمل إيه. ليه نمط بيتكرر كتير جدا في السرقة. وده حصل في الداتا اللي اتسرقت من الياخوت اللي كانت بتيجي على المينا. طب هو كده مش زي اللي حصل مع فريدة؟ بالظبط، هو نفس اللي حصل مع فريدة. بس ده كنا احنا ساعتها ملهيين في الحادثة واللي بيحصل، وكنا فاكرين السيستم بيقع لوحده. طب ما ممكن يكون الواد ده هو اللي كان مهكر السيستم بتاعك. أنا شكيت في كده بصراحة. بس مهاب اتقبض عليه بعد الحادثة. وفي نفس الوقت الهجمات اللي اتكررت دي كان هو موجود في السجن. طب تقدر تحدد مين اللي عمل كده؟ قول لي. بس هيحتاج شوية وقت. وقت مش مشكلة.